معنا سمية من تارودانت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سمية. إدير أختي سان، لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. مرحبا. كنشكرك بزاف على هذا البرنامج، كنستافدو منه بزاف. الله يبارك فيك. مرحبا. عندي واحد الاقتراح ديال الحريصات بالسميدة والكوك. واخا تفضلي. كناخدو كاس ديال الياغورت ديال الفاني، ايه، كنعبرو به كاس ديال الكوك وكاس ديال سنيدة وكاس ديال الزيت وجوج بيضات وجوج خمارات وفاني، ايه، كنخلطو الخليط البيض وسنيدة والفاني مزيان. على ريتيبك ديالي، ولكن انت مشكل، حنا متبعين معاك. تفضلي سمية. كنخلطوهم مزيان، كنعبرو كما قلت لك بالكاس ديال الياغورت، ايه. من بعد ما كنخلطو الخليط مزيان، كنعبرو ربعة الكؤوس ديال السميدة بنفس الكاس ديال الياغورت، ايه. المهم كنديرو ثلاثة، ومن بعد كنديرو الخمارات والرابع على حسب السميدة، إذا كانت كتشرب ولا إلا ما كتشربش ما كنزيدوش، كنبقاو نزيدو بشوية شوية، المهم العجين كيكون مطلق شوية. من بعد كنخليوها شوية على ما ندهنو الطاوة ديالنا، وكنكوروها على شكل بحال الشكل ديال الغريبة البهلة. واخا. وكنفندوهم في الكوك. كنحطهم في الطاوة ديالنا، من بعد كنطيبهم بحال الشكل ديال الغريبة البهلة اللي كنطيبو، نشعلو العافية من الفوق حتى كيتفقعو، ومن بعد كنطيبهم من الفوق، وما نشاوش عليهم حيت دغيا كيطيبو. فعلا نجدو ليهم البال، عندك الحق، زوينين بزاف ومعلكين فيهم الكوك. يعطيك الصحة، تبارك الله عليك، شكرا لك بزاف السمية، ومرحبا بك في أي وقت.